صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح أن يقال إن كل ما يصيب العالم الإسلامي والغربي من الزلازل والأعاصير والبراكين إنما هو بسبب ذنوب العباد؟ بلا شك هذا، واللي يشك في هذا ما عنده إيمان. اللي يشك بأن ما يصيب العالم من نكبات أنه بسبب الذنوب والكفر، هذا ما عنده إيمان والعياذ بالله. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نعم.